حلقة خاصة متميزة على البث المباشر من برنامج حرب بلا سلاح. موعدكم يوم الجمعة 12 من مايو أيار. حرب بلا سلاح مع الدكتورة وفاء سلطان. عنوان الحلقة: هل يقيم الإسلام للأم عيداً؟ يوم الجمعة 12 من مايو أيار في تمام الثانية بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا. ويمكنكم متابعة الحلقة لايف عن طريق موقع الآرامية على الفيسبوك ABNSAT. لمزيد من المعلومات عن الحلقة اتصلوا بنا على أرقامنا الظاهرة على الشاشة أو زوروا موقعنا الإلكتروني ABNSAT.com.